طيب دي كانت الأخبار السريعة، تعالوا كمان مع حضراتكم نشوف الصحف العالمية قالت إيه في المحترف. نبدأ جولتنا بصحيفة ماركا الأسبانية، الحقيقة ركزت على تعادل ريال مدريد مع رايو فالوكانو بالدوري الأسباني، وكتبت بدون بلينجهام لا يوجد احتفال. ركزت الصحيفة على كمان تمديد تعاقد أتلتيكو مدريد مع سيموني المدير الفني حتى 2027. لسه في أسبانيا صحيفة إيس الأسبانية ركزت على تعادل الريال مع رايو فالوكانو، وكتبت ريال مدريد يفقد عقب التعادل، يفقد عقله عقب التعادل. طبعا دي كانت نتيجة مخيبة للأمال لجماهير الريال. كمان الصحيفة تحدثت عن تراجع المستوى الفني لجواو فيليكس، وكتبت الإرهاق هو سبب تراجع مستوى فيليكس. صحيفة كوري دي السبورت الإيطالية ركزت على فوز اليوفنتوس على فيورنتينا، وكتبت فوز صعب لليوفي. تحدثت كمان عن فوز روما زي ما قلت لحضراتكم على ليتشي في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1، وكتبت لوكاكو وأزمون ينقذان روما في اللحظات الأخيرة. نروح لإنجلترا وصحيفة صن الإنجليزية اللي سلطت الضوء على اهتمام تشيلسي بضم فيكتور أوسيمين، طبعا مهاجم نابولي الشهير، وأكد الصحيفة أن اللاعب كان على رادار المان يونايتد وتشيلسي في الانتقالات الصيفية، لكن لم تنجح محاولات ضم اللاعب، إلا أن تشيلسي يسعى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.